هنتكلم النهارده يا شباب عن الاوبستراكشن، اللي هي العوائق اللي بتعوق الحركه بتاعت مين؟ بتاعت حركه الطائرات في المطار. العوائق دي يا شباب اللي ممكن تعطل، انتوا شايفين كده البرزنتيشن واضحه؟ تمام. اه واضحة يا شمس. والصوت كويس يا شباب الحمد لله. تمام هندسة. ايوه كويس هندسة كويس. طيب تمام. احنا دلوقتي يا شباب ان شاء الله هنتكلموا زي ما اتفقنا عن العوائق اللي بتعوق الحركه بتاعتنا، بتاعت مين؟ بتاعت الطائرات فين المطار اللي موجود عندنا. ازاي العوائق اللي موجوده عندنا دي هتكون زي ايه يا شباب؟ هتكون زي الاشجار. العوائق اللي بتحوك الحركه شباب زي ما احنا اتفقنا هتكون زي الاشجار والمباني اللي موجوده فين؟ في المنطقه بتاعت مين يا شباب؟ بتاعت المطار نفسه. تمام. إيه لازم يكون يا شباب حوالين المطار تكون منطقه فاضيه. ايه المنطقه اللي فاضيه ديت؟ إيه عشان ما تحوكش عمليه مين؟ الصوت راح يا باشمهندس. ماشي يا شباب. فايه اللي هيحصل؟ احنا عندنا المنطقه اللي عندنا دي هتكون ايه؟ لازم تكون ارتفاعات، الارتفاعات ديت لازم تكون فاضيه عشان الرؤيه بتاعت مين؟ حركه الطيارات سواء في الاقلاع او فين؟ في الهبوط. تمام. طيب احنا في عندنا مناطق كده بنسميها الزونينج لو، اللي هو القوانين بتاعت مين؟ بتاعت الايه، المناطق اللي حوالين المطار بتكون في لها قوانين بتحكمها من حيث الارتفاعات. يعني انا مثلا عندنا مطار عسكري في مكان معين في بلد معينه، او مطار مدني. المطار العسكري او المطار المدني ده شباب لازم يكون الارتفاعات بتاعتنا اللي هي حدود، علشان ايه القصه؟ عشان يحصل ان الطيارات بتاعتنا تعرف تعمل عمليه اقلاع وعمليه مين وعمليه هبوط. طيب في حاجه اسمها عندنا الفيزابيليتي برضو، اللي هي عباره عن ايه؟ الرؤيه. الرؤيه الضعيفه دي برضو بتقلل منين؟ من حركه الطيارات اللي داخله وخارجه من المطار اللي عندنا. وبالتالي المطار اللي عندنا ده لازم يكون خالي يا شباب منين؟ من العوائق بتاعت الرؤيه. عوائق الرؤيه زي مين؟ زي الضباب والدخان والغيوم. احنا اما بناخد يعني المطار بتاعنا في المناطق بتاعت مين؟ بتاعت هبوب الرياح والكلام ده كله، ليه فوائد كتير جدا. زائد ان حركه الرياح دي اولا بتساعد في مين؟ في حركه الطياره وفي عمليه الاقلاع بتاعها. ان هي كمان بتساعد في عمليه مين؟ ان الهبوب الدخان والمنطقه والضباب اللي موجود في المنطقه عندنا بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيبعد عن المكان. زائد كمان ان انت لما بتختار المطار بتاعك بيكون يا شباب بعيد عن المناطق الصناعيه، بيكون بعيد عن المناطق الصناعيه. وانت اصلا كمان ان الدراسات المستقبليه اللي بتتعمل للمكان بتاع اختيار مكان المطار ده، ان انت بتعملها كمان من المستقبل، ما ايه ما يكونش في منطقه ان هي هتتعمل فيها منطقه صناعيه عشان تاثر لك المنطقه على مين؟ على المطار نفسه. طيب احنا كمان يا شباب لازم نعمل عمليه دراسه وجمع معلومات عن ايه؟ عن الرياح اللي موجوده عندنا اللي بتهب في المكان ده، بحيث ان احنا بنختار اماكن الرنوي اللي هي المدرجات بتاعه الهبوط والاقلاع بتكون في عكس اتجاه الرياح زي ما احنا اتفقنا، ان ايه؟ علشان تكون تساعد في عمليه مين؟ عمليات الاقلاع. وبرضه في عمليات الهبوط ان هي تكون ايه؟ تساعد معاك برضه في عمليات الهبوط. وتضمن طبعا ان ما يكونش في ضباب ولا دخان ومنين؟ من المناطق اللي موجودة عندك. وكذلك الغيوم برضو الحركة بتاعتها برضو بتتوقف على حركة الرياح. طيب كمان يا شباب الأماكن بتاعة المطارات دي لازم تكون خارج من المناطق السكنية بتاعتك. ليه؟ لأن طبعا بيكون فيها الضوضاء عالي نتيجة من حركة الطيارات نفسها وحركة والأصوات الناتجة منين؟ من المحركات بتاعة مين؟ الطيارات. زائد كمان الإيه؟ العوادم اللي بتطلع منين؟ من المحركات النفاثة ديت. فدي كلها بتأثر على الهواء وعلى المكان من ناحية الضوضاء. فبالتالي انت بتختار اماكن المطارات دي بحيث ان هي تكون ايه؟ في اماكن بعيد عن المناطق السكنيه والصناعيه. كمان اما تيجي تختار اماكن المطارات دي بتراعي قصه الميول الطبيعيه وخصائص التربه اللي موجوده عندك. خصائص الصرف بتاعت مين؟ بتاعت الارض. بيفضل ان هي تكون في ايه؟ في مناطق الصرف فيها ماله؟ بيكون مناسب، يعني ما يكونش مكان بيتجمع فيه الميه، بيكون الصرف بتاع الارض بتاعتك كويس، او الشبكه الصناعيه اللي انت عاملها لصرف الامطار
بتكون كويسة. طيب احنا عندنا كمان في حاجة اسمها التوسعات المستقبلية، ديت احنا بناخدها معانا في الحسبان، بتاخد انت الاحتياطات اللازمة وتعمل الدراسات المطلوبة منك ان انت تراعي ان على حسب طبعا حجم المطار ده هيزيد في المستقبل ولا مش هيزيد، كمان بتراعي قصة المنطقة السكنية اللي موجودة عندك، هيزيد المطار بتاعك ولا مش هيزيد، هتزيد المنطقة السكنية اللي هيحصل فيها توسعات ولا لا، هتأثر على الحدود بتاع المطار ولا لا، فأنت لما بتيجي تختار المكان بتاع المطار بتراعي الكلام ده كله فيه. تمام؟ طيب في حاجة كمان عندنا حاجة اسمها مين؟ اعتبارات اقتصادية. الاعتبارات الاقتصادية إن أنت بتشوف الجدوى بتاعت مين إنشاء المطار ده، تكلفته في الحدود المقبول بيه ولا أنت أصلا هو هيكلفك أكتر منين من المطلوب. طب ايه الدراسات اللازمه يا شباب ان احنا بنعملها عشان نختار موقع المطار؟ اول حاجه يا شباب من الدراسات اللازمه ان احنا بنعملها عشان ايه نختار حركه المكان من الموقع بتاع المطار، ان احنا بنشوف حجم النقليات المتوقعه في المستقبل. انا اشوف المنطقه دي هعرف اوصل لها النقليات بتاعتنا اللي هي البضائع والركاب اللي موجوده عندنا، ولا هيكون في مشاكل على حسب احجام المرور بعد كده في المستقبل، السكان زادت، احجام البضائع زادت اللي هتروح المطار، ما اعملش مطار ويكون المطار ده مش هيستوعب مين كميات واحجام الايه النقل اللي هي سواء كان نقل ركاب او نقل بضائع فين في المستقبل. كمان ان انت بتشوف قصه الارصاد الجويه، المنطقه لازم تكون ايه منطقه نسبيا مستقره من ناحيه المناخ بتاعها، شده الرياح واتجاه الرياح والكثافه بتاعت الامطار والضباب والضغط بتاعها، لازم يكون الاماكن دي كلها معاك. كمان لازم يكون عندك دراسة يعني عن طبوغرافية المنطقة، الطبوغرافية دي اللي عبارة عن المناسيب والتضاريس بتاعة المكان بتاعنا، لازم يكون عندك دراسة عن عملية الطبوغرافية بتاعة المكان عشان تختار أنسب الأماكن، لأن زي ما احنا اتفقنا ارتفاع وانخفاض المطار عن سطح البحر بيأثر علينا، زي كمان درجات الحرارة في المكان، زي ما انت شفت المرة اللي فاتت إن ده بيأثر أصلا في طول الرانوي زي ما احنا ايه كنا بنشتغل في الايه السكشن اللي فات. كمان في تقارير كمان بتتعمل عن التربة ونوعيتها، الارضيه اللي عندك دي بتساعد معانا في صرف الامطار والمياه الجوفيه ووضعيتها ايه، بتطلع ولا بتنزل، كمان الارضيه دي هتقدر تستوعب ان انا اعمل فيها المدرجات بتاعت الرانوي والتاكس واي، ومن ناحيه التصميم والكلام ده كله الانشائي. كمان يبقى انا عندي برضه في حاجه اسمها ايه دراسه عن صرف الايه، عن الصرف اللي هيتعمل في المكان، الصرف اللي ده حركه سريان الميه اللي موجوده عندي اشوفها هتتحرك ازاي، لو حصل فيضان، لو حصل ارتفاع في الميه اللي هي الجوفيه اللي عندك ايه اللي يحصل بالظبط. كمان ان انا اشوف المواد والدراسه اللي انا بعملها عن المواد اللي هتستخدم في انشاء المطار نفسه، هقربها هشتريها منين والمحاجر بتاعتها موجوده فين، الكلام ده كله هيفرق معاك في الدراسات اللي انت هتعملها. طب الخرائط المطلوبه منك يا باشمهندس اللي انت بتعملها، بعمل خرائط طبوغرافيه عشان تبين لي التضاريس ما هو انا كل اللي انا اقصده بالتضاريس والارتفاعات والانخفاضات اللي هي كلمه طبوغرافيه، التوبوغرافيك ديت اللي هي التضاريس بتاعت المنطقه، تشمل بقى كل حاجه، اشجار ومباني ومرتفعات والجبال اللي موجوده ايا كانت الايه المرتفعات والانخفاضات اللي في المنطقه عندك. في خريطه كمان للايه للاوبستراكشن اللي موجوده عندك، دي بتحدد المناطق الاقتراب الامنه من المطار، يعني انا بقول مثلا انا عايز زون، مثلا الزون ده قد كذا دايره قد كذا حوالين المطار ما يبقاش فيها مباني خالص، بعد كده الزون بعدها يكون الارتفاع فيها قد مثلا ما يزيدش عن 3 متر، وبعد كده زون تانية ما يزيدش الارتفاع عن 9 متر، بعد كده زون تالتة الارتفاع مثلا ممكن يوصل 12، بعد كده خلاص بقى انا ممكن افتح في الارتفاعات بعد كده. تمام، الارتفاعات دي كلها والخرائط والارتفاعات بتاع المطار دي بيتم تحديدها عن طريق مين يا شباب؟ عن طريق الخرائط اللي احنا بنعملها فين اثناء الدراسات بتاعة المطار. لسه معانا يا شباب؟ ايوه هندس، طب شايفين الكلام كويس؟ باشمهندسين ايوه تمام حضرتك. ايوه تمام يا هندسه. باشمهندس، ماشي رجعش. طيب ايه هي العوامل اللي بتأثر في تخطيط المطار يا شباب؟ عدد المهابط بتاعته الرانوي وعدد التاكسيوي والحجم والشكل بتاع المطار، الابرون اللي هي ساحه المطار نفسها، ساحات المطار نفسها اللي حجم وشكلها على حسب طبعا الاحجام بتاعت المرور النقل اللي عندك، نقل ركاب او نقل بضائع. كمان يا شباب ان الاراضي بتاعتك، مساحه الاراضي المتوفره في المكان اللي موجود عندك اللي هي انا هعمل منها نزع ملكيه او اعمل فيها تحديد ارتفاعات، كل ده عوامل بتاثر في تخطيط المطار.
كمان الطبوغرافيه واشتراطات التربه. يعني انا ممكن اجي على منطقه محققه شويه اشتراطات واشتراطات تانية لا، زي مثلا ايه الناحيه الانشائيه بتاعت المطار، ما ينفعش ان انا انشئ فينا الارض التربه ضعيفه، تربه عضويه، تربه مثلا محتمل يكون فيها هزات ارضيه، براكين، كلام من ده، فانا ينفع ممكن الغي من قصه المطار منها خالص. في عندك برضو الحاجات العوائق بتاعت الملاحه الجويه، يعني انا ممكن يكون عندي مناطق ان هي ما ينفعش او هتعوق من الحركه بتاعت الملاحه الجويه في المكان ده، زي قصه مثلا ايه الضباب والدخان نتيجه مثلا براكين او يعني امور طبيعيه او صناعيه. في عندك استخدامات الاراضي اللي هي موجوده داخل حدود الايه المطار، يعني انا زي ما اتفقنا ان احنا في منطقه صناعيه بنبعد عن المناطق الصناعيه، بنبعد عن المطار عشان قصه الاخيره والكلام ده كله. فاما اذا كانت منطقه سكنيه فاحنا ممكن نعمل مطار بس في حدود معينه، الارتفاعات اللي عندي تكون ايه متحدده عشان قصه الطيارات والايه والعوائق بتاعت الرؤيه بتاعت ايه الهبوط والاقلاع. في عندك كمان ان احنا بنعمل حاجه اسمها جداول زمنيه لمراحل انشاء المشروع، وبعدين الارصاد الجويه اللي بتحدد لي مين القصه بتاعت المناخ او الضغط والايه ودرجات الحراره حوالين المطار. دي رسمه كده بتمثل لك زي ما احنا اتفقنا شكل الايه الران واي في حاله مين، يعني ده التاكسي واي اللي هو الصغير ده، والران واي يا شباب اللي هو عباره عن ايه عن الكبير اللي هو ايه موجود عندنا، زي اللي احنا خدنا الرسم ده قبل كده. ايه بيقول لك ان المنطقه اللي هي متهشره دي زي تهشير الخرسانه دي اداه ريجيد بيفمنت اللي هو اسفلت صلب، والمنطقه اللي هي متسابه دي من غير تهشير في الران واي دي عباره عن ايه يا شباب؟ في الران واي ده عباره عن رصف فليكسبل، يعني رصف مرن. المناطق زي ما احنا قلنا قبل كده ريجيد بيفمنت ده بيكون رصف خرسانه، رصف الخرسانه ده شباب علشان ايه بيتحمل احمال قويه ناتجه من عمليه مين؟ اللاندنج الهبوط والتيك اوف، عشان برضو عمليه مين المحركات بتطلع مثلا حرارات درجه حراره عاليه منها، فبالتالي اللي بيحصل ممكن الرصف لو هو بتومين اللي هو الرصف المرن بتاعنا البتومين ممكن يتفتت وممكن ايه يبوظ منك بسرعه. اما بالنسبه للمناطق دي احنا بنستخدم فيها رصف ايه الرصف الصلب، زائد كمان اماكن مين الورش بتاعه الصيانه دي برضو بنستخدم فيها رصف ايه رصف صلب. غير كده بقى ممكن نستخدم الرصف الايه المرن عندنا. ده كان كروس سيكشن في شكل الران واي اللي احنا كنا برضو خدناه قبل كده، وده كان كروس سيكشن في شكل مين التاكسي واي. تمام، طيب هنخش بعد كده يا شباب على العوائق بقى نفسها اللي هي احنا ايه المناطق او الاسطح التخيليه بتاعت مين بتاعت المطار نفسه. احنا زي ما احنا قلنا في مجموعه من القوانين، مجموعه القوانين دي هي اللي بتحدد لي ارتفاع المباني والعوائق المحيطه بالمطار. تمام، واحنا اول ما ننشئ المطار خلاص بنفعل القوانين ديت على حسب درجه المطار الموجود عندنا. في مطار بيبقى مطار محلي، مطار صغير، في مطار دولي، في مطار مثلا ايه الساعه بتاعته اكبر من ساعه المطار الثاني، احجام المرور فيه اكبر من احجام المرور الثاني، فطبعا ده كله ايه بيخليك تحط قوانين مختلفه عن بعضها. بعد كده احنا دلوقتي عايزين احنا العوائق اللي موجوده عندنا، احنا بنعمل مجموعه من الاسطح التخيليه حوالين المطار، مجموعه من ايه من الأسطح التخيلية حوالين المطار بعد إذنك اللي يا انت باشمهندس، اتفضل هندسة في الحتة اتفضل. بتاعت الأسطح دي معلش يا باشمهندس يعني إيه بالراحة، لأن هي سقطت مني في المحاضرة وما فهمتش منها أي حاجة. حاضر، انا هشرحها لك بطريقة كويسة ان شاء الله هتفهمها، بس ركز معايا. تمام، معاك يا هندسة. احنا دلوقتي انواع الاسطح التخيليه اللي حوالين المطار ايه هي؟ انا دلوقتي تخيل ان الشريحه اللي تحت اللي هي متقشره اللي قدامك دي المكتوب عليها كلمه ستريب بالانجليزي ده هو عباره عن الران واي، الران واي اللي هو المهبط بتاعك او المكان اللي انت بتطلع فيه. تمام؟ تمام حلو، انا عندي حاجه اسمها تيك اوف كلام. تيك اوف ايه؟ كلام اللي هو على اليمين اهو انت شايفه؟ اللي هو رقم واحد عندنا، حاجه اسمها سطح الاقلاع، تمام؟ وعلى الشمال في حاجه تانيه اسمها الابروتش سيرفيس اللي هو سطح مين؟ الاقتراب، الاقتراب، تمام؟ وفي حاجه عندنا تاني اسمها الانر هوريزونتال سيرفيس، الانر هوريزونتال سيرفيس اللي هي تعتبر الدايره الداخليه دي، شايفها؟ طيب في حاجه تانية عندنا اسمها ايه السطح المخروطي او الكونيكال سيرفيس، الكونيكال مين سيرفيس اللي هو عباره عن الجزء المحصور ما بين الدايرتين دول. تمام هندسه؟ معاك يا هندسة. بص انا عايزك بس ما تصعبش الامور على نفسك عشان انت ايه تستوعب الموضوع بسرعه معايا. دلوقتي الدوائر اللي موجوده قدامك دي تخيل ان هي ايه
انت عندك سنتر الدايره اعتبره ان هو الران واي او المطار بتاعنا، يعني الطياره واقفه مكان الماوس كده، تمام. العوائق او الاسطح التخيليه او المنطقه اللي انا عايز انضفها من اي حاجه عاليه او من اي تضاريس عاليه ان هي تاثر على مين، على الطيارات بتاعتنا تنزل في الدوائر اللي انت شايفها اللي انا ايه راسمها اللي هي مرسومه قدامك دي، تمام. اول دايره يا باشمهندس اللي احنا بنسميها دايره الانر هوريزونتال، وده لها مواصفات معينه هنشوفها دلوقتي، حلو الكلام. بعد كده السيرفس نفسه اللي هو السطح الكونيكال ده اللي مكتوب عليه كلمه كونيكال ده هو سطح مايل، سطح مايل محصور ما بين مين؟ دايرتين. تخيل انت كده كانها فرده كاوتش وفي فرده كاوتش اعلى منها، انت وصلت خط ايه؟ خطوط كده مايله ما بين الفردتين الكاوتش دول او الدايرتين دول. حد فاهم حاجه؟ ايوه عندها سهل يا جدعان، خليكم معايا بالله عليكم. معاك عندها سهل. باشمهندسين معاك يا باشمهندس، انا معاك. رحتوا فين طيب؟ مع حضرتك. طيب انا دلوقتي يا شباب بقول لكم ايه، ان احنا عندنا ايه قلنا الاسطح التخيليه، وكان في واحد زميلكم معلش كان باعت لي رساله دلوقتي انا والله نسيته وانا بكلمه، انكم بقول له يا باشمهندس احنا عايزين اللينك، هو انتوا مش لكم جروب على الواتساب يا شباب؟ واحنا كنا بعتين الكود عليه المفروض الناس كلها. قولوا فين بقى في الميتنج؟ طبعا يا شباب كان اسمه حسام، حسام قناوي، حد عارف حسام؟ ايوه يا باشمهندس سامي. حسام قناوي صح؟ وصلت حسام؟ انت موجود دلوقتي معانا؟ اه انا في مطارات الاسبوع اول امبارح انا لسه باعت لك والله الكود وانا ببعته تاني، مش عارف هي رساله انت بعتها من قبل كده ولا لسه جالي النهارده ولا ايه؟ لا انا بعت لحضرتك النهارده. عامة يا حسام انا بعت لك الكود يعني والله افتكرت دلوقتي، معلش يا حسام. تسلم تسلم يا باشمهندس. ماشي يا حسام. احنا دلوقتي يا عم يا شباب معايا البرزنتيشن راحت صح؟ صبا خرجني والله بس انا فاكر. لا احنا سيكشن 2 بس انا سيكشن 2 ماشي شباب. يبقى احنا الاسطح التخيليه بتاعتنا ده شباب انا عايزك تاخد بالك بس من قصه ايه، من قصه الاسطح التخيليه اللي موجوده عندي دي ان انا ارسمها ازاي. اول حاجه خالص احنا بنرسم الاستريب او الشريحه بتاعه الرنوي، تمام. قدامها بنعمل حاجه اسمها التيك اوف كلامب سيرفس اللي هو سطح الاقلاع زي ما انت شايفه كده، بيكون اشبه ما يكون ان هو شبه منحرف، بدايته بتكون عرضها قد عرض مين الاستريب بتاعت الران اواي ونهايته بتكون اعرض شويه، ده المكان اللي الطياره بتاعتنا بتطلع فيه، تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس ايه اللي وراها؟ في حاجه اسمها الابروتش سيرفيس اللي هو سطح الاقتراب في حاله ان في طياره جايه ايه تقترب منك. طب هو ليه بيعرض من ورا؟ يعني انا الابروتش قدام برضو شبه منحرف، العرض بتاعه قدام قد عرض مين الاستريب بتاع الران واي وبيجي من ورا بيعرض شويه، بيعرض عشان الطياره بتاعتك ممكن تبقى فيها يعني زي حركه ايه تردديه كده شمال او يمين قبل ما تنزل الران واي اللي هو المين المدرج بتاع مين بتاع الهبوط، تمام. وزي ما انت شايف كده في حاجه اسمها الدايفرجنس مين ابروتش اللي هو عباره عن سطح الاقتراب الايه المختلف او اللي هو الايه عايزين نقولها ازاي، معلش يا باشمهندس هو الابروتش سيرفيس ده هيبقى فيه حركه تردديه ليه؟ بص يا هندسه، هي في طياره في الدنيا بتنزل خط مستقيم
ولا ممكن يبقى جاي شمال شويه او يمين شويه عن المدرج بتاع الحركه بتاع الهبوط؟ مش هي على الرنوي اصلا يا باشمهندس نزلت وبقت على لا هي مش على الرنوي يا باشمهندس، ده اسطح تخيليه للمنطقه حوالين المطار. انا بكلمك دلوقتي الرنوي اللي هو دخل المطار اصلا، مش الرنوي ده في المطار. ايوه قبل الرنوي في ايه؟ في منطقه ارض فاضيه صح؟ ايوه. هل الارض دي تصلح ان الطياره تنزل فيها؟ لا. لا ليه؟ لان ما فيهاش اسفلت، ما فيهاش رصف، الطريق مش مرصوف. طب المكان اللي مسموح للطياره تنزل فيه فين؟ شايف المكان اللي متظلل عندك على الرسم ده اللي هو الاستريب اللي مكتوب عليه استريب؟ ايوه شفته، هو ده الرنوي. تمام. طب الران واي ده قبله في حاجه اسمها ابروتش سيرفيس اللي هو سطح الاقتراء. السطح ده سطح تخيلي يا باشمهندس. بص بقى، لو انا خدت كروس سيكشن اللي هو اسمه بي بي اللي انت شايفه ده، شايفه كروس سيكشن ده، بص تحت كده معايا الحته المتظلله اهي اللي هي الاستريب اللي قبلها اهي، شايف الحته المتظلله اللي قبلها دي اسمها الابروتش ايه سيرفيس. هي الطياره حتى لو انت لاحظت كانها جايه كده من فوق نازله 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 كده لحد ما هتنزل مين؟ على الرنوي بتاعنا. تمام. يعني المسافه من اول هنا هندسه لحد هنا اللي هي مكتوب يعني اللي هي اللي فوقها اللي تحتها كلمه ترانزيشنال، المثلث ده اللي هو مكتوب تحته كلمه ترانزيشنال اللي انتوا شايفينه ده، ايوه ده اسمه ابروتش ايه سيرفيس اللي هو سطح الاقتراء. ده سطح تخيلي. سطح تخيلي عامل ازاي؟ في الهواء. باشمهندس طب هو ايه فايده السطح ده؟ فايده السطح ده احنا بنحدد فيه السطح زي مش احنا دلوقتي اعتبري ان الارض ده هي المستوى الافقي اللي هو موجود تحت ده، تمام؟ هو ده الارض بتاعت المطار. مش انا لسه بتكلم معاك دلوقتي او ان انا بشرح ان انا عندنا عوائق واحنا لازم نحدد الارتفاعات في الزون حوالين المطار؟ ايوه تمام. حلو قوي. انا الرنوي في النص اهو، الشريحه اللي هي مكتوب عليها استريب، الدايره اهي اللي هي مكتوب عليها الانر هوريزونتا، الدايره دي الارتفاع ممنوع يكون فيها مباني اصلا او اي عوائق، تمام؟ ده رقم واحد. طب الدايره اللي قبلها اللي هي مكتوب عليها اللي هي فيها منطقه الكونيكال اللي هي المنطقه المخروطيه، مش احنا عندنا دايرتين؟ ايوه تمام. في دايره صغيره وفي دايره كبيره. الدائرة الصغيرة ممنوع أي مبنى أو أي عائق لو حتى شجرة. طيب بعد الدائرة الكبيرة يعني تدرجوا لي العوائق، يعني مثلا الانر دي بتسمح بعوائق مثلا لحد ارتفاع معين، الاوتر بيسمح بعوائق لحد ارتفاع تاني، يعني بتتدرج في ارتفاعات العوائق. الله ينور عليك، كأنه تدرج في قصة مين؟ في قصة الارتفاعات. هو بقى بيشرح لك في الحاجات اللي جايه او في المحاضره. طبعا الصور دي على فكره شباب متاخده من المحاضره، تمام؟ يعني اللي عايز يبص عليها افضل من كده يبص في المحاضره. بس احنا يعني انا ممكن اعمل ازاي اخد منها الكروكي لما الدكتوره تقول لي في الامتحان انا عايزاك يا باشمهندس ترسم لي كروس سيكشن او سكتش يوضح لي سطح الاسطح الايميجينري سيرفيس عندك، اللي هو سطح الاقلاع وسطح الاضطراب والانر هوريزونتال والكونيكال سيرفيس والترانزيشن سيرفيس ومش عارف الاوتر هوريزونتال سيرفيس، تمام؟ ممكن اعمل ايه؟ ممكن ارسم رسمه كروكي بسيطه توضح لي. انا شايف ان دي ابسط رسمه اللي قدامنا دي اللي هي فيها الاستريب بتاع الرانوي، في دايره بتاعت الانر، في دايره كمان اكبر موجوده عندها اللي هي بتحصل ما بينها وما بين الانر الكونيكال سيرفيس والاوتر اللي هي الدايره الخارجيه اللي هي الكبيره، تمام؟ وفي عندنا شباب مين؟ التيك اوف كلامب سيرفيس وفي الابروتش سيرفيس. يعني زي زميلتك ما كانت بتتكلم معانا دلوقتي، هي عباره عن اسطح تخيليه بتحدد لي الارتفاعات اللي انا لازم اعملها. المنطقه الاولى مثلا الدايره الاولانيه المفروض غير مسموح بارتفاع، الحدود الثانية بتاعت الدائرة الثانية مسموح بارتفاع قد كذا، الحدود الثالثة اللي هي بتاعت الابروتش اللي انت شايفها من بره دي خالص ده مسموح بارتفاع قد كذا. يبقى كل مرحلة او كل مسافة معينة كأنها دوائر، كل دائرة لها ايه ارتفاع معين، تمام؟
كل بقى ايه سطح من اسطح دي يا شباب ليه تعريف موجود عندك. يعني بيقول لك التيك اوف كولومب سيرفيس هو سطح بعد نهايه مدرج الطيران، اللي هو عباره عن ايه يا شباب؟ انا دلوقتي عند الران واي، وبعدين بيكون بعد الران واي في حاجه اسمها الكلير واي اللي احنا قلنا عليها، المسافه اللي تكون خاليه عشان لو حصل مشكله ولا حاجه ممكن الطيار يلف تاني ويرجع. بعد كده ان احنا بناخد التيك اوف كولومب سيرفيس اللي هو سطح مين؟ سطح الاقلاع، تمام؟ اللي انت شايفه على الرسم اللي موجود عندك ده، ادي تيك اوف كولومب سيرفيس، ده تعتبر الكلير واي بعد الران واي اللي هو المتقشر ده، وده التيك اوف كولومب ايه؟ كولومب سيرفيس. وجه هو بقى في الايه في الجزء ده قاعد يشرحه لك باستفاضه، ان هو بيقول لك هو عباره عن حافه داخليه افقيه وعموديه على محور المدرج، وتقع اما في مسافه محدده عن نهايه المدرج المطار. انت كل ده اللي يلزمك ان انت ترسم السكتش، وعايز تعلق عليه علق عليه، الكلام مكتوب قدامك اهوت، سهل جدا مفيش اي مشكله. طيب اللينس بقى بتاع المنطقه دي كام؟ بص بقى هو كانه خد ايه؟ خد التيك اوف كلامب سيرفيس اللي هو على الرسم اللي انت شايفه ده، شايفينه اللي من اول هنا مش مهندسين لحد الجزء ده اللي هو مكتوب كلمه تيك اوف كلام اللي هو شبه المنحرف اللي قدامك ده، تمام؟ واخده لك ايزومترك قدامك اهو بيشرحه لك. اللينس بتاعه كام يا شباب؟ 1500 متر. اللينس بتاعه كام؟ 1500 متر. هو طبعا بيتوقف على حسب مين؟ على حسب الايه التيك اوف بتاعنا. لو مين تيك اوف ران اواي اي او بي او سي بيكون 1500 متر. طب لو هو اذر تيك اوف ران اواي اي بي سي دي اي بيكون طوله مثلا كام؟ من 1200 2500 متر 1000 وايه و800 متر او 1600 متر، دي تقريبا 1600 متر على حسب الجداول اللي موجوده في المحاضره بقى معانا. الناس معايا ولا لا؟ انا بتكلم دلوقتي على طول المنطقه هنا يا شباب، انا بتكلم على طول المنطقه هنا اللي من اول نهايه الران اواي اهي لحد مين؟ التيك اوف كلامب سيرفيس هنا. الناس معايا؟ معاك. معلش انا لحد ماشي. انا بص يا شباب، انا اللي مش عايز حد يحرج، اللي مش فاهم حاجه لو سمحتوا يتكلم على طول معايا، يقول لي يا باشمهندس انا مش فاهم ديت، لو سمحت ايه اشرحها تاني. اتفضل هندسه، كنت بتقول ايه؟ الحته دي تاني معلش، بتاع الاطوال على حسب الكلاسيفيكيشن. بص هندسه، انا دلوقتي هو هي الدكتوره في المحاضره كانت مقسمه المطارات ديت انواع، او الران واي قصدي انواع، تمام؟ في حاجه اسمها A وB وC وD وE وF، كل طبعا واحد فيهم على حسب اهميه المطار اللي موجود عندك ده، وعلى حسب الاحجام المروريه والكلام ده كله، تمام؟ طيب انا طبعا كل ما المطار بتاعي الطيارات اللي فيه تكون اكبر مثلا، تمام، خلينا الطيارات نفسها من ناحيه القدره ومن ناحيه السعه اكبر، وفي طيارات صغيره، تمام؟ طيب مش انا محتاج ان مسافه الران واي نفسها بتختلف من واحد للتاني؟ هل انت معايا؟ معاك يا هندسه، معاك. طيب لو المنطقه لو الران واي نفسه اللي موجود عندك ده بيختلف منين؟ من مطار للتاني على حسب مين؟ على حسب المنطقه اللي عندك. مش المفروض المناطق بقى اللي هي انا عايز انزع ملكيتها، او المناطق اللي ما يكونش فيها باشمهندسين مباني او عوائق صناعيه او عوائق في الارتفاعات، لازم رخريق المناطق دي يا شباب ايه اللي يحصل لها؟ هتزيد. يعني انا لو الطيارات بتاعتي احجامها كبيره، المفروض ان هي محتاجه ران واي اكبر، وبالتالي المفروض مفترض محتاجه مين؟ منطقه اقلاع اكبر، عبل ما تاخد مين قوه الرفع المطلوبه لها عشان تقدر ايه الجناحات ترفعها وتقدر تطلع. فبالتالي عشان كده ممكن يقول لك انا عايز منطقه كام؟ الدايره بتاعتها 1500 متر او الطول بتاعها 1500، ومنطقه ثانيه 1200، ومنطقه ثانيه كام؟ 1600 او 1800، على حسب حجم المطار اللي موجود عندك وحجم الران واي اللي انت ايه شغال عليه. وده بيتوقف على شكل المطار، المطار دولي محلي ولا دولي، مطار عسكري ولا مطار مدني، ايه وضعه بالظبط. تمام طيب هو دلوقتي باشمهندس ايه؟ يا شباب في حد بيتكلم؟
باشمهندسين. لا هندسه بيقول لك تمام هندسه. ماشي يا رجاله. يبقى دي اول جزئيه فين في الايه في السيرفس اللي عندنا. طيب احنا عايزين نتكلم على حاجه اسمها برضو الانر هوريزونتال. احنا الانر هوريزونتال لو انتم فاكرين من الرسمه ديت اللي هي عباره عن المنطقه هنا يا شباب، عباره عن المنطقه الداخليه ديت اللي هي الدائره الداخليه دي اسمها الانر مين هوريزونتال، اللي هي السطح الافقي. هو تعرف حتى هنا بقول لك هو عباره عن المستوى الافقي فوق المطار نفسه والمناطق المحيطه به، وشكل هذا السطح ليس بالضروره يكون دايره، مش شرط يكون دايره من ايه عدله. احنا الشكل اللي فات ده كنا عاملينه ده اللي بنسموه الايه الانر هوريزونتال سيرفيس، اللي هو الجزء اللي انت شايفه ده. على فكره انت ممكن اصلا تلاقي كذا رسمه، ممكن تلاقي كذا رسمه فين للشكل ده. انت مش مطلوب منك الايزومتريك ولا مطلوب منك اي يعني حتى الحاجات اللي فيها الميول ديت، لا مش مطلوبه قوي ان انت تعملها. انا يهمني ان انت تفهم الاسطح دي ترتيبها ازاي. انا عندي انر، وبعد الانر ده في حاجه اسمها الكونيكال مين سيرفيس اللي احنا كنا شغالين فيهم هنا دول، تمام. وبعد كده في حاجه اسمها المين الاوتر، الاوتر هوريزونتال سيرفيس اللي هي السطح الخارجي خالص، تمام. وبعد كده في عندنا مين الابروتش سيرفيس ومين والتيك اوف ايه كلام. الابروتش ده شباب مكتوب فيه كلمه كده اسمها ايه دايفرجنس. دايفرجنس دي هي معناها ايه؟ ان في اختلاف او ايه او تباعد. ممكن الطياره بتاعتك يعني عارفين الزاويه المنفرجه، الزاويه المنفرجه ان هي ممكن تدخل بزاويه اكبر من الزاويه بتاعت مين الران واي، لو يعني ما تطلعش خط مستقيم بالظبط على الران واي. عشان كده ايه المنطقه بتاعت مين الابروتش بتكون اعرض من المنطقه بتاعت مين التيك اوف. اصل انا طالع بالطياره تيك اوف انا بطلع على طول خط مستقيم لان انا طالع، امال وانا داخل المطار ممكن انت تكون جاي من اي دوله، جاي من الشرق، جاي من الغرب، جاي من الشمال، جاي من الجنوب. فانت ايه اللي بيحصل؟ بتخش على الابروتش سيرفيس وتبدا تلف الطياره بتاعتك وتخش فين على الابروتش بيصغر لحد ما توصل للران واي بتاعك. انا شايف ان ده اسهل شكل انا ممكن اشرح منه الايه السيرفيس بتاعي اللي هي اسطح الاقتراب من المطار بتاعك. طيب الهوريزونتال الانر هوريزونتال ده بيكون نصفه قطره في حدود كام؟ في حدود 4000 متر، في حدود 4000 متر. ده الكلام ده للمدرج اهنه، المدرج اللي هو 750 ل 600 متر، من 600 ل 750. طب لو كان المدرج بتاعنا كبير شويه من 900 ل 1500 بيكون برضه في رينج كام؟ بيكون 3900 متر تقريبا، تمام؟ اللي هو عبارة عن ايه؟ من النقطة المرجعية اللي هي بتاع داخل المطار. هو تقريبا يعني احنا ممكن نوحد الكلام على الجزء بتاع الانر هوريزونتال ده ان هو في حدود 4000 متر، لان هو اساسا ان المطار بتاعك المدرج بتاعك لو طوله من اول 600 لحد 1500، اذا كان هو من اول 600 ل 750 بيقول لك 4000، ومن 900 ل 1500 بيقول لك ان هو في حدود 3900. وعندك يا سيدي كمان ان المطار بتاعنا ده بيكون في حالة ان المدرج بتاعك 1500 بيقولك بيبقى شكل مركب على جزئين من بعض، وتقريبا القطر بتاع نص القطرين بتوعهم جزء الاولاني نص قطره 4000 والتاني كام 4000. يعني تقريبا ممكن نقول ان نص قطر بتاعنا كله كام في حدود 4000. الابروتش سيرفيس يا شباب هو على فكره هو كل القصه كلها ان هو ايه بيشرح لك هنا الاسطح ديت، يعني بيوصفها لك وصف انت من البلان والليفيجن اللي احنا كنا واخدينه اللي هو الكروس سكشن اللي احنا خدناه، ومن البلان اللي كان موجود عندك انت ممكن تعمل ايه الابروتش سيرفيس ديت ان انت تعمل ايه تشرح من قدامك ان هي مفهومه. الابروتش مثلا زي ما انتم شايفين فين الابروتش يا شباب؟ اهو الشكل اللي انت شايفه ده هو ده الابروتش سيرفيس، هذا السطح الاقتراب. هو رسم لك ايزومتريك، رسم لك ايزومتريك. الايزومتريك اللي قدامك ده وبقول لك بسلوب 2.5%، والسلوب ده بيتغير بعد مسافه معينه مقدارها تقريبا 12000 متر. بعد 12000 متر بيكون السلوب 2.4%، تمام. وبرضه بيقول لك ابروتش
سيرفيس في حاله المطارات اللي بتاع الران واي اي وبي وسي ودي، بيديك السلوب بتاعك كذا سلوب، بيقول لك ايه 1 2 ونص 3 و3 من 10 4 و5 في حاله الاي. وبعد كده بيشرح لك الكونيكال سيرفيس، بيقول لك ايه يمتد الى اعلى والى خارج من الاسطح الافقي الداخلي تمام، وحدوثها السطح المخروطي كالاتي، الحدود بتاع الانر الداخليه والحافه العلويه تقع على ارتفاع محدد فين في السطح الخارجي. ولا يلزمنا ده كله. ترانزيشن سيرفيس برضو على طول جانب المر جزء من جانب سطح الاختبار لازم يميل ايه الى اعلى. انا يهمني الشباب في الحته الاخيره دي حته مهمه اللي هي من اول فين، من اول كلمه الابروتش، الابروتش سيرفيس ديت منطقه الاقتراب. عمليه الهبوط يا شباب، عمليه الهبوط انت دلوقتي جايب الطياره من ارتفاع معين، بتقلل في الارتفاع ده وبتنزل في في مستوى منحدر كده عشان تنزل لمين للران واي بتاعك، بتبدا انت تعدي معدل الارتفاع وصعود والهبوط بتاع الطياره نتيجه مين، نتيجه الايه على حسب بقى الايه الحموله اللي معاك والكلام ده كله. طيب المنطقه اللي حوالين المطار اللي انت داخل على المطار ده الابروتش سطح الاقتراب، العرض اللي انت محتاجه، شايفين في حاجه اسمها دلوقتي ايه كلير اوي، يعني في مسافه، المسافه اللي هي صافيه بعد الران واي، يعني نهايه الران واي هيت في 60 متر، في 60 متر تمام. بعد ال 60 متر في حاجه اسمها ران واي كلير زون، لازم المنطقه دي تكون فاضيه عشان الطيار يشوف الران واي قدامه تمام. الكلير زون دي متوقفه على مين يا شباب؟ على وضع المطار، لو كان لارج ايربورت ولا سمول ايربورت. طيب لو كان لارج ايربورت بتكون الدبليو 1 اللي هو العرض اللي قدام ده قيمته كام؟ 150 متر. طب لو كان سمول ايربورت يعني مطار صغير 75. طب الدبليو 2 بتاع المنطقه اللي هو نهايه الكلير زون، اللي هو نهايه مين الكلير زون اللي هي المنطقه المفروض ما يكونش فيها اي اعاقه، سواء مين، سواء اشجار او مين او مباني او اي حاجه ايا كانت، لازم تتشال كلها من هنا. ولو حاجه ملك حد لازم ايه الدوله تشتريها من منين، تنزع ملكيتها عشان تقدر ان ايه تدخلها للمطار. طيب الطول الـ هنا في الارقام اللي موجوده قدامك ده بيكلمك عن الران واي كلير زون، فهو مديك العرض بتاعتها في البدايه بعد ال 60 متر اللي هم بعد نهايه مين الران واي، والعرض بتاعها في النهايه، والطول بتاعها اللي هو ال، يبقى طولها في حاله مين يا شباب؟ في حاله لو كان المطار اللي عندي ده لارج 600 و300 ده الطول، اما لو كان الدبليو بتاعها 270 و135. ولو كان المطار، المطار بتاعنا ده يا شباب للمعدات انسترومنت ران واي، الران واي ده بتاعنا للمعدات او الايه للحاجات اللي هي تخش المطار، المعدات ثقيله ايا الكلام ده، فايه اللي بيحصل يا شباب؟ بيكون بتتغير الاطوال بتاعت مين؟ المنطقه ديت، والعرض بتاعها كمان بيتغير. طيب ازاي بقى يا شباب؟ يعني احنا بقى في حاله المعدات بيكون المنطقه العرض الاولاني اكبر من كلها 300 وبعدين 525 العرض في النهايه، والطول بتاعها بيكون 700 وكام؟ 750. طيب بصوا بقى يا شباب، البروفايل اللي قدامك ده هو مش واضح قوي بس مش عارف هو موجود في المحاضره معاكم ولا ايه تمام. البروفايل ده بقى يا شباب هو اللي بيوضح لك الاسطح التخيليه اللي احنا كنا بنتكلم عليها. البروفايل ده شباب اللي بوضح لنا مين؟ الاسطح التخيليه اللي احنا كنا بنتكلم عليه. طيب بص كده، ادي الهوريزونتال سيرفيس ريديوس، افترض ان النقطه دي يا شباب هي النقطه المرجعيه بتاعتنا اللي هي تعتبر مين؟ الريفرنس ايربورت بوينت، نقطه المطار المرجعيه. طيب وادي الكروس سيكشن بتاع مين؟ بتاع الران واي اللي هو الحته الايه؟ انتوا الاول شايفين الرسمه دي ولا مش واضحه؟ لا واضحه يا باشمهندس، بس الارقام اللي عليها مش مهم الارقام، انت ممكن الارقام دي تشوفها في المحاضره.
ثواني كده اشوفها لكم في المحاضرة معايا. اورا دي الاوبستراكشن هي موجودة في المحاضرة يا شباب، البتاعة ديت في المحاضرة رقم 2 بتاعة الأوبستراكشن، تمام؟ موجود حاجة شبهها يعني، بس إيه مش هي بالظبط. ثواني كده، المحاضرة في الأوبستراكشن الأولانية. لا مش هتفرق دلوقتي، انا هزوم اكتر اهوت عشان لو ايه، لو مش هنشوف الارقام نشوفها كده اوضح شويه. وضحت شويه كده؟ ايوه هندسه واضحه. طيب بص يا شباب، هو الاول مش احنا قلنا في ران واي اللي هو المدرج بتاعنا، بعد الران واي ده في 60 متر لو انتوا فاكرين، 60 ايه؟ 60 متر. وبعد ال 60 متر ده بيبدا مين؟ الابروتش سيرفيس او التيك اوف كلامبنج سيرفيس، ماشي الكلام؟ فالرسمه اللي هي فاتت دي شايفين؟ فاكرينها ولا ايه؟ اه الرسمه دي، فاكرين الرسمه دي؟ ده اللي ايه؟ الران واي. وبعد الرنوي ايه؟ في مسافه 60 متر كده، وبعد ال 60 متر الكليرا واي، وبعد الكليرا واي يبدا بقى التيك مين؟ التيك اوف كلامبنج سيرفيس. اهي الرسمه دي يا شباب اللي هي زي الابروتش دي، الابروتش سيرفيس من الناحيه الثانيه في ظهر المطار اللي هو ناحيه الهبوط، بيبقى فيه 60 متر، وبعدين رنوي كلير زون، المنطقه اللي حواليه اللي المفروض كلير خالص، كلير يعني كلير يعني ايه؟ يعني ما فيش اي عوائق فيها. وبعد كده مين؟ الابروتش كلها على بعضها الاريا، تمام؟ تمام. طيب المنطقه دي يا شباب، المنطقه دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان المنطقه اللي هي الران واي كروس سيكشن ممنوع طبعا اي حاجه هنا خالص، تمام؟ وبعدين بتاخد ميل واحد لواحد، ميل كام؟ واحد لواحد، بارتفاع كام يا شباب؟ بارتفاع 4 متر وايه؟ 4 متر وايه؟ تقريبا دول 4 متر ونص. ثواني كده يا شباب، انا بصوا هفتح لكم فايل تاني معايا، انا رافعه برضو، تمام؟ في حاجة عندك هنا اسمها سيكشن 3، اسمها شيت 3 سوليوشن، شيت 3 ايه؟ سوليوشن وستراكشر، ماشي؟ شايفينها ديت؟ الشاشه فتحت؟ ايوه يا هندسه بقى. ماشي، ده كان يعني تشيب ان هو حل الايه؟ حل الشيت رقم 3 يعني. شايفين الحته دي كده يا شباب؟ اللي هو مكتوب عليه خط يمثل اقصى حد لحدود الطيران. يا رجاله ماشي هندسه مال هندسه شايفين حلو قوي، شايفين الران واي اللي هو طوله 225 متر،
دي خط فوقه اسمه ايه النورمال، النورمال مينيمم مين فلايت باث اللي هو المسار، اقل مسار المسار الاقل عشان ايه يحصل مين عمليه كليرنس، ان انت تشوف مين الطياره وهي نازله تشوف المدرج بتاعها. تمام. طيب الاوبستراكشن كليرنس لاين اللي المفروض العوائق بتاعتك ما تزيدش عنه، فين هو؟ هناخده ازاي؟ شايفين ال 60 متر ادي نهايه الران واي اهي. تمام. في 60 متر هم، في 60 ايه متر، وبعدين يبدا خط الاوبستراكشن اللي هو الخط اللي ما فيش شجره ولا مبنى ولا اي حاجه خالص تعلى تعلى عن الخط ده. طب الخط ده فين يعني نهايته فين ولا ايه وضعه ولا الدنيا ماشيه معاه ازاي؟ في حدود بتحدده لي. احنا في حاله سمول ايربورت بيكون المينيمم بتاعك كام هندسه؟ اقصى يعني اقرب حاجه ممكن تعملها 60 متر. طب لما يكون لارج ايربورت بيكون 90 متر المينيمم. تمام. تمام. طب بالنسبه لخطوط السكك الحديديه والطرق، لما انا عايز اعمل طريق يعني ادي المطار بتاعنا اهو ده الران واي اللي الطياره هتنزل كده هتنزل في المكان ده، اما اجي اعمل طريق او خط سكه حديد يبعد قد ايه يا باشمهندسين من نهايه الران واي بتاعنا؟ يبعد 375 متر. 375 ايه متر. طيب الخط بتاع الاوبستراكشن ده، الخط بتاع الاوبستراكشن اللي موجود عندك ارسمه ازاي؟ انا دلوقتي عايز ارسمه ازاي عشان احدد الارتفاعات بتاعتي. انت بتاخد نفس السطح، نفس سطح الران واي، نفس سطح مين الران واي، كانه هو خط افقي انت شديت عليه. الفينش ليفل بتاع الران اواي بتاع الران اواي الفينش ليفل، تاخد 60 متر من نهايه الران الران اواي وتبدا ترسم الاوبستراكشن كليرنس لاين. ارسمه بميل كام يا هندسه؟ ترسمه بميل 1:50 1:40 1:20. انسترومنت ران اواي يعني مطار للمعدات والكلام ده، يبقى انا بعمل ايه 1:50. طب لو كان المطار بتاعنا ده يا شباب للنون انسترومنت ران اواي يبقى انا 1:40. طب لو كان سمول ايربورت مطار صغير يبقى انا كده بعمله كام 1:20. ده الخط اللي هو مين اللي يهمني بتاع الاوبستراكشن الموجود تحت. حد فاهم حاجه؟ ايوه عندك. طيب المسافه اللي هي 375 متر، المسافه اللي 300 كام 75 اللي هي لحد اول خط طرق او خط سكه حديد اللي انت شايفها دي، بيقول لك لازم الاوبستراكشن يعني العائق اللي موجود تحت اهو في الحته اللي تحت ديت، شايفين الحته ديت الاوبستراكشن ده ارتفاعه ما يزيدش عن 4.5 متر لو كان هاي واي، او 4.9 دي تقريبا 4.9 لو كان هاي واي. يبقى في حاله ان هو هاي واي يبقى 4 وكام و9 من 10. طب لو كان ريلا واي قال لك مسموح لك لحد كام يا هندسه؟ ل 7.5 متر. تمام يا رجاله؟ تمام يا هندسه. طيب شايفين السؤال اللي قدامك ده؟ بيقول لك explain with net sketch the limiting heights of objects in the approach and determining zone of an instrumental runway. بيقول لك ايه في السؤال ده؟ بيقول لك انا عايز منك net sketch يا هندسه، اشرح لي net sketch بيوضح لي limiting الحدود بتاعت مين؟ بتاعت الهايت، بتاعت الارتفاعات، بتاعت اي شيء، ارتفاعات ايه؟ اي شيء. في منطقه الابروتش والتيرنينج، منطقه الابروتش والتيرنينج اللي هي منطقه الدوران، لو ايه لو حصل عطل في المحرك ولا حاجه التيار بتاعك بيعمل ايه؟ بيعمل تيرنينج تاني ويرد للمطار. فانا عايزين نحدد مين يا شباب؟ عايزين نحدد الارتفاعات اللي موجوده عندنا اللي انا المفروض ما ازيدش عنها. احددها ازاي؟ الكلام ده لمين؟ لانسترومنتال، لانسترومنتال مين ران اواي. بص يا هندسه كل اللي انت ايه هتعمله، بص كده ركز معايا، هترسم الران اواي ماشي يا رجاله؟ هنرسم مين؟ الران اواي. الران اواي ده من نهايته هناخد كام؟ 60 متر. ال 60 متر دول هيبدا مين يا شباب؟ اللي هو الاوبستراكشن لاين لو انتوا عارفينه، فاكرينه اللي احنا اتكلمنا عليه في الايه في الرسمه اللي فاتت،
هناخده كام عشان الـ 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 البتاع ده انسترومنت؟ هناخده 1:50. اهو يا رجاله، تاني يا رجال الرانوي اهو 60 متر. هنبدا نعمل الخط المائل اللي هو الاوبستراكشن كليرنس لاين، هناخده ميله كام؟ 1:50 عشان هو انسترومنت رانوي. تمام يا رجاله، عملنا ده. سيبك بقى من حته ايه قصه 1:40 اللي ورا دي، ممكن ما تعملهاش لان ده الكونيكال سيرفيس وهو اللي بالسبب في تغيير الميل من 1:50 لـ1:40. عارفين الكونيكال سيرفيس اللي هو السطح المخروطي اللي بيتغير ما بين الدائرتين الصغيره والكبيره، هو اللي بيعمل كده. المنطقه دي كلها على بعضها لحد بدايه الكونيكال سيرفيس بنسميها هوريزونتال سيرفيس. طيب الارتفاعات بقى يا شباب اللي موجوده عندك كام؟ الارتفاعات اللي موجوده عندنا دي كام؟ اللي هي 30 متر 37 متر 45. هو عايز يعرف منك ممكن تكون الارتفاعات دي جوه المنطقه ولا لا. طيب الرسمه اللي موجوده قدامك دي زي ما احنا اتفقنا ايه اللي بيحصل من اول الرنوي، بناخده 4.5 كيلو وبعد كده 10 كيلو، 4.5 كيلو و10 كيلو. بص بقول لك في خلال 3 ميل، 3 ميل اللي هم كام؟ 4.5 كيلو من النهايه بتاعت مين؟ من النهايه بتاعت الرنوي. ان اوبجكت، اي بتاع اوبجكت، شيء، اي حاجه خالص، عائق، لازم يكون في المنطقه دي ارتفاعه لا يزيد عن 30 متر ابوف ذا جراوند، فوق سطح مين؟ الارض. يعني مسافه 4.5 كيلو من نهايه الران واي لا يزيد اي شيء ارتفاعه عن كام يا شباب؟ عن 30 متر فوق سطح مين؟ سطح الارض. بعد ال 4.5 كيلو بتوعنا لازم اي شيء ارتفاعه لا يزيد عن كام؟ عن 7 زيادة. انت هتزود زيادة 7.5 كيلو على 30، يبقى كده كام؟ 37.5 كيلو لمسافة قد ايه؟ لمسافة 4.5 كيلو بعدها. طيب وبعد كده شباب هتعمل ايه؟ يعني انا خدت كده 1 2 3 لحد الثلاثة دول 4.5 كيلو برضو، وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ تكملة الايه العشرة دول هتزود كام يا باشمهندس؟ 1.5 كيلو. احنا ممكن ديستانس نزود اتش ايه اديشنال ديستانس 1.5 كيلو، 7.5 كيلو لكل اديشنال ايه ديستانس. يعني 4.5 كيلو الاولانيين مع ال 4.5 كيلو التانيين دول يا شباب ايه؟ احنا مش هنزود غير 7.5 كيلو. اول 4.5 كيلو 30، ال 4.5 كيلو اللي بعدهم 37.5. بعد كده هتزود لي كل ما تمشي 1.5 كيلو اللي هو 1 ميل، هتزود كام يا باشمهندس؟ هتزود في الارتفاع بتاعك 7 متر ونص ارتفاع. عشان كده زي ما انتم شايفين السطح بتاعنا طلع مكسر زي ما انتم شايفين بالوضع اللي انتم شايفينه ده. وفي الاول وفي الاخر المفروض ان السطح بتاعنا ده شباب ماله ما يزيدش عن الاوبستراكشن لاين اللي انا رسمه اللي هو ميل 1:50. اللي قدامنا ده شباب احنا بنسميه بروفايل. بنسميه مين يا باشمهندسين؟ بنسميه بروفايل للاسطح بتاعه المطار بتاعتنا. حد فاهم حاجه؟ معاك هندسه. تمام يا رجاله، انا مش عايز واحد بس اللي يتكلم، عايز الناس تتكلم كلها بالله عليك، وعايز اسمعكم. ايوه هندسه، عايزين ناخدهم بالاسم كده من اول. احمد غلاب، يا احمد باشا مش موجود. احمد العوضي مع النادي قال لنا في السكشن يا شباب، ايه رايكم؟ احمد عبد الحميد، احمد مجدي. ايوه يا باشمهندس. احمد مجدي معايا؟ مع حضرتك يا باشمهندس. احمد عبد الحميد ولا احمد مجدي؟ انا احمد عبد الحميد. طب احمد سمير فين؟ احمد العوضي. ماشي خلاص تمام. طيب احمد محسن، احمد اسامه رضا. تمام هندسه معاك. اشرف محمود، اكرم جلال. اشرف محمود يا باشمهندس. ماشي اشرف. اكرم جلال، اكرم جلال يا باشمهندس.
فين انت عم مكرم الصبح عم مكرم؟ موجود اهو. ماشي. الفاروق؟ ايوه هندسه مع حضرتك. حازم محمد؟ حسام؟ اناوه باشمهندس؟ ايوه اناوه حبيبي. حسام معاك يا باشمهندس. حسين؟ حسين عفان؟ خيري؟ موجود يا باشمهندس مع حضرتك. رائد؟ وحضرتك نزلت محمد غلابه يا باشمهندس؟ رائد؟ رجاله رجاله انتوا اظن شايفين لو في حد فيكم بيعمل حاجه اسمها شو بارتيسيبنتس هيطلع الاسامي كلها بالترتيب اللي انا بنادي بيه صح ولا ايه؟ طب بس انا كنت بره يعني بس في الميتنج من الاول كنت رحت طلعت صليت وجاي. سواء يا شباب خليكم معانا لو سمحتوا والله. ماشي يا هندسة. فارق بيارة معايا؟ معاك هندسة. معاك هندسة. وصلنا عند مين؟ عند رائد؟ ده باش مهندس. ايوه. حسين عفان موجود يا باش مهندس بس المايك. ماشي حسين انا خلاص انا ناديت عليك ماشي. حسين عفان موجود. خيري؟ موجود اه. خيري فين؟ ورائد؟ معاك هندسة. والسماح صلاح؟ ايوه باشمهندس مع حضرتك. طيب طارق وعادل طارق ياسر وعادل رأفت؟ ايوه معاك يا هندسه. طارق عبد الكريم وعبد الظاهر وعلاء وعمر نبيل؟ معاك يا هندسه. معاك علاء يا باشمهندس. معاك علاء. عبد الظاهر فين بقى؟ طيب عمر نبيل وعمرو انور وعيد السيد وفاطمه؟ معاك يا هندسه. معاك يا باشمهندس. فاطمه معاك يا باشمهندس. كريم امام وكريم حسام ومحسن شكري ومحمد ابو الفتوح. كريم امام يا باشمهندس معاك. كريم حسام موجود اهو. معاك يا باشمهندس. فين كريم حسام رجال؟ ايوه انا موجود اهو. ايه باشمهندس؟ خلاص يا باشمهندس مع حضرتك. ابو الفتوح معاك يا باشمهندس. طيب محسن شكري ومحمد احمد ومحمد احمد السعيد. محمد احمد السعيد معاك هندسه. طيب محمد احمد ابو الفتوح فين؟ انا يا باشمهندس في اتنين ابو الفتوح في صالح وفي ابو الفتوح. صالح. انا صالح يا باشمهندس. محمد احمد عبد المنعم ومحمد انور ومحمد حمدي. معاك يا باشمهندس محمد عبد المنعم. محمد رأفت ومحمد ربيع. محمد حمدي ومحمد فؤاد. ايه؟ محمد حمدي محمد رأفت. انت معانا اهو محمد يعني بالله عليك ترد على طول لان انا نادي عليه لو سمحت الرجاله يرد على طول.
عشان ما عديش ويزعل بقى مني. محمد رفعت معاك هندسه. محمد رفعت ومحمد ربيع ومحمد زكي. ماشي معاك محمد ربيع. محمد رفعت معاك هندسه. زكي عبد الله. محمد زكي عبد الله فين؟ محمد سمير ومحمد طارق ومحمد طارق. محمد طارق عبد الحميد ومحمد طارق عبد القادر ومحمد طارق عبد الله. محمد سمير عبد معاك. محمد طارق عبد الله. محمد عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف ومحمد عماد. محمد عبد الحميد معاك. محمد عبد اللطيف يا باشمهندس. محمد مصطفى ومحمد نبيل ومحمد يسري ومحمود سمير. محمد نبيل. محمد مصطفى عبد الخالق. محمد مصطفى عبد الخالق. محمد يسري عبد الفتاح ومحمد محمود سمير فين؟ محمود صلاح ومحمود عبد الحميد ومصطفى بالفتوح. مصطفى بالفتوح معك يا باشمهندس. محمود عبد الحميد معك يا باشمهندس. معك يا باشمهندس. محمود صلاح فين؟ ايه يا باشمهندس مع حضرتك. بعد الكلام هو محمود من ناديته محمود مرة. ايه فهم سمعني انا بتكلم والله مش عارف صوت مطلعش ليه. مصطفى اسلام ومصطفى ياسين ومصطفى احمد عبد العزيز. مصطفى اسلام معاك هندسه. مصطفى احمد معاك هندسه. ممدوح فهيم نصر الله ومنى ومؤمن. ايه يا باشمهندس ممدوح فهيم مع حضرتك. مع حضرتك يا باشمهندس. نيفين وهاجر وهدير وهيام. مع حضرتك نيفين يا باشمهندس. معاك هدير يا باشمهندس. باشمهندس في بس مشكلة في النت عند هيام. هي كانت موجودة ودخلت وخرجت. موجودة يا باشمهندس. هي موجودة المفروض معانا دلوقتي. أنا سامحها صح؟ مش هيام معانا دلوقتي؟ ايوه باشمهندس دخلت تاني. طيب وفاء وياسمين. ايوه بس ايوه ياسمين موجوده. طيب تمام ماشي. خلي بالكم انا ممكن اشيك ونحط اعمال السنه عشان برضو الناس تبقى عارفه. انا خلي بالكم هرفع لكم الشتات عشان مطلوب ان انتوا تحلوها. تمام هندسه كم شتاء بس والله هندسه هي الدكتوره شرحت الجزء اللي شرحته ده المفروض فيه شويه شتات كده حوالي 4-5 شتات بس انا ممكن ما ارفع لكمش مثلا انا ممكن ارفع لكم شتات كلها عادي يعني بس انا ممكن اطلب منكم بس اجزاء معينه شتات معينه بس مش شرط يعني نطلب كل حاجه. مهندس احنا مضغوطين الفتره دي جامد. طول طارق بس سامعك كويس. حضرتك مضغوطين كتير يعني بس مضغوطين الفتره دي جامد والله. يا ابني انا عارف بس انا هعمل ايه في اعمال السنه يعني انت برضه حط نفسك مكاني هعمل ايه في اعمال السنه ما انا لازم اقدم الدكتور اعمال سنه وعين ثانيه بدون ذكر اسماء بتقفل لنا اعمال السنه. يا راجل عيب عليك ما تقولش الكلام ده والله نزل لنا طب انت بالله عليك اما الناس ثانيه بدون ذكر اسماء بتقفل لك اعمال السنه يبقى انت محتاج ايه بقى ثاني لا بس بتطلب طلبات ثانيه افهمني يا نيسلك يبقى انت مسلوق في ايه بقى اصلا طالما الناس الثانيه بتقفل لك اعمال سنه. بسم الله صعوبه حضرتك ثانيه برضه يعني احنا مش هنذاكر على الفاينل. هو انتوا مشاريع ايه يا ابني انتوا بتشتغلوني يا ابني مشاريع ايه هندسه لغايه دلوقتي في ناس متاخره وبيدوا مواعيد اضافي سكشن اضافيه ومحاضرات اضافيه فالاسبوع اصلا بقى اسبوعين في اسبوع جمعه وربنا. طيب انتوا شوفوا لنا الاول ميعاد اضافي كده عشان هنكمل فيه. اه شفت بقى باشمهندس هو في معاك. اه انا عارف وانا برضه يعني اشمعنى احنا يعني طب يعني خلاص بقى مش لازم شتات بقى هندسه الموضوع ده اصل ما فيش وقت والله للشتات دي. سيبها بس على الله ما تقلقش سهلها عليك يا باشمهندس ربنا يسهلها عليك يا باشمهندس والله العظيم سهلها عليك بس تدخل والله اخواتي فعلا والله فعلا من غير حاجه انتوا اخواتي فعلا وانا عاذركم وصدقوني حاطط نفسي مكانكم بس المشكله ان كلها انا مش حتى الشتات اللي هتحلها انا عايز احط لك شتات عشان تذاكر تبقى انت فاهم الماده ماشيه ازاي وعارف الدنيا ماشيه ازاي. لا احنا نتعامل يا باشمهندس والله بس يا قفل بس انا اكيد هنشرفك يا باشمهندس باذن الله. المطارات ما فيهاش حد هيشيل حاجه باذن الله. باذن الله ده انا مش عايز تشيل انا مش بدور انك تشيل او ما تشيلش انا بدور انك تجيب امتياز فيها.
كلنا هنجيب امتياز باذن الله. والله بفضل الله يعني الحمد لله يعني ما شرحتش لدفعه غير مش عايز اقول لك يعني والله بفضل الله الناس كلها جابت امتياز والله في مره كلها. طب الحمد لله يا باشمهندس امال عايز تدينا باشتات ليه يعني؟ لا انا مش بس الناس دي بصراحه انا كنت ضاغط عليهم ضغطه بنت لذينه يعني مش زي السنه دي. هم كانوا معايا في الكليه طبعا وكان في شتات وكان السنه دي برضك مش لوحدك اللي ضغط يا باشمهندس احنا مضغوطين لوحدنا. انا عارف ان انتوا مضغوطين والله يا شباب انا عارف والله بس انا يعني نفسي الناس بس ايه تشتغل معايا كويس بحيث ان احنا بس ايه يعني نحقق حاجه ان شاء الله في الماده يعني باذن الله. ماده سهله ومش عايزين ان شاء الله ايه نضيع حاجه مننا فيها خالص سواء نظري او غير نظري. هندسه حضرتك نزل الشتات واحنا كده كده هنذاكرها عشان نخش بقى الفاينل بس. طيب على فكره لقيت لكم امتحان فاينل انا لقيت لكم امتحان فاينل ان شاء الله يعني تقريبا وفي ميد ترم مش عارف تقريبا معايا ماشي فبرضه ان شاء الله هحاول اصاحب لكم ان شاء الله المره الجايه باذن الله وفي خلال الاسبوع ان شاء الله احنا جايين ده بحيث ان انتوا تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نخش على حاجه اسمها ايه على الويندوز عارفينها ايوه هندسه عارفه الويندوز ده يا شباب ايه الاستخدام بتاعها عشان هو بقول لك ايه وات از ويندوز مثلا دايجرام وات از اتس يوتيليتي يعني لو سالك دلوقتي قال لك ايه وات از مثلا ايه زي السؤال اللي في الشيت موجود عندنا بيقول لك ايه الويندوز ديت يعني ايه الويندوز دايجرام ده وات از ويندوز دايجرام وات از اتس يوتيليتي ايه هي استخدامها وايه هي الويندوز دايجرام. الويندوز دايجرام ده يا شباب هو عباره عن دايجرام او رسومات الرسومات دي خاصه بمين بالرياح بتحدد ايه اتجاه الرياح وبتحدد المده بتاعتها والكثافه والسرعه بتاعتها الكلام ده كله في صوره مين في صوره جرافيكال يعني في صوره بيانيه تمام وانت بترسم بتمثل الحاجات دي كلها البيانات دي في صوره دايجرام. الدايجرام ده من بنسميه الويندوز يبقى انا كده لو قال لي اعرف الويندوز اقول له هي عباره عن ايه عباره عن رسومات الرسومات دي بتمثل في سرعه الرياح اتجاه الرياح الكثافة بتاعت مين الرياح والكلام ده كله بيمثل ماله بيانيا يبقى كل ده بنسميه مين ويندوز. طيب الويندوز دي بنجمع بياناتها امتى بنجمع البيانات بتاعتها شباب في خلال مدة 5 سنين على الاقل يبقى انا بشوف من الموقع اللي انا حطه في المطار بتاعي بكون محدد البيانات بتاعتي لمدة 5 سنين على ايه على الاقل واقوم ايه البيانات اللي انا خدتها دي بتكون هي عبارة عن الويندوز دايجرام بتاعنا اللي بنرسمه في الايه في الدايجرام بتاع الويندوز. طيب من خلال الويندوز ده شباب بنعمل ايه بنحدد الاتجاه يا شباب اللي هو بيكون اقصى اتجاه لهبوب الرياح في السنه فين في المطار في الحته دي او في الموقع اللي انا اخترت المطار فيه. طب المكان اللي انا بختار فيه اقصى مكان للرياح بيساعدني في ايه بيساعدني في عمليه الاقلاع بيساعدني في عمليه الاقلاع ليه زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنعمل الران واي بتاعنا اللي هو الايه المهبط او المكان او اللي هو المسار بتاع الهبوط او الاقلاع بنعمله في اتجاه الريح بحيث ان الطياره تكون طالعه تعمل تيك اوف اقلاع من المطار في اتجاه عكس اتجاه الريح في اتجاه عكس اتجاه مين الرياح عشان استخدم قوه الرياح ديت ان هي تعمل لي عمليه رفع للاجنحه بتاعت مين بتاعت الطياره وبالتالي هتساعد في عمليه التيك اوف بتاع مين بتاع المطار. وطبعا احنا اتكلمنا على البيزك لران واي لينس المره اللي فاتت وعرفنا ايه الحاجات اللي بتاثر عليه فاكرين ولا مش فاكرين يا شباب الحته ديت؟ طيب عايزين بقى نعرف دلوقتي ايه ازاي الويندوز دي يا شباب بتتعمل او بنرسمها ازاي. اول حاجه خالص هو في المساله بيدينا ايه عايزين نخش على المساله اللي موجوده في الشيت افضل من ايه من المساله دي عارف هتبقى واضحه شوفها كده الصورة
بيقول لك the following is the average wind data for 10 years an airport is to be designed for a signal a single runway determine the maximum wind coverage and the best direction of runway. عايز منك من maximum wind coverage اقصى اتجاه للتغطيه بتاع الريح. The permissible crosswind component may be assumed as a suitable mean for mixed category of aircraft. طيب انا دلوقتي يا شباب مدينا مين اتجاهات اللي هي النورث والنورث نورث ايست والنورث ايست 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 نورث ايست 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 ساوث ساوث ايست ساوث ساوث ايست وبعدين يا شباب ايه ساوث 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 ويست مش عارف ايه وهكذا. تمام الاتجاهات الاول بتاعتنا نرسمها ازاي؟ احنا نرسم الاتجاهات الرئيسيه اللي هي النورث والايست والويست والساوث اللي هو الاربعه على بعض وبعد كده بتقسم كام كل كام رجاله عارفين 45 درجه هندسه نعمل الاتجاهات الفرعيه ايوه وبعد كده بتقسم الاتجاهات الفرعيه كل كام الاتجاهات اللي هي الاتجاهات الثانيه بنقسم بقى كل 22 ونص ايوه بالظبط كده نص اللي هي 45 ايوه يعني انت ممكن ان انا اقسم ال 90 نفسها قسمتها 2 ايوه هندسه وبعد ما قسمت 90 2 في حاجه اسمها النورس نورث ويست وفي حاجه اسمها نورث ويست ويست وفي النورث ويست يعني ادي النورث وادي النورث نورث ويست الاتجاه ده هو كان في خط سنتر لاين كده موجود ما ايه ما بين الاثنين دول. تعال نشوف الرسم الثاني احسن يا هندسه لو معاك ورقه المحاضره موضحه طريقه الرسم فيها كذا مره انا عارف والله انا ممكن يعني ايه ممكن لو سريعا كده ممكن نرفع السكشن بتاع المحاضره بتاع الويندوز اورينتيشن طب انتوا معاكم المحاضره يا شباب؟ ايوه هندسه معانا محاضرة كده ظهرت معكم؟ ايوه هو اول حاجة يا شباب عشان نرسم الويند روز زي ما انتم شايفين كده اول حاجة خالص بيحدد حاجة اسمها الكالم بيريود الكالم بيريود دي اللي هي الفتره اللي بتهب الرياح فيها يا شباب بالايه اللي هي الرياح الهادئه اللي هي الرياح مين الهادئه. طب دي بنحسبها ازاي؟ هو بيبقى مدينا في الجدول ده معطيات زي ما انتم شايفين كده مجموعه مين المعطيات اللي موجوده عندك مجموعه الرياح الهادئه اللي انت بتجمع في كل اتجاه السرعه بيبقى زي ما انت شايف كده الديوريشن اوف ويند بيرسن بيقول لك مثلا ايه سرعه الرياح من 6.4 ل 25 كيلومتر بر اور وبعدين من 25 ل 40 كيلومتر بر اور وبعدين 40 ل 60 كيلومتر بر اور في اتجاه النورس كان 7.4 وبعدين 2.7 وبعدين 2.10 التوتال في الدايركشن ده كان 10.3 وبعد كده النورس نورث ايست ماشي كان 5.7 اللي هي السرعه من كذا لكذا و2.1 من سرعه كذا لكذا و3.1 من سرعه كذا لكذا
يبقى كام كله 8.1 وبعدين النورث ايست وبعدين الايست نورث ايست وبعدين الايست وهكذا تمام. في الاخر خلاص هو جمع التوتال ده كله طلع له كام 86 وكام ونص. ال 86 ونص دول يا شباب هو ده الرسمه النهائيه بتاعت الويند روز اللي عندك. طيب انا ال 86 ونص اللي موجودين عندنا دول يا شباب ازاي بقى ان انا نحدد الكارم بيريود؟ انا بطرح من 100 بطرح الايه ال 86 ونص دول من كام؟ من 100 هيطلع لي الكارم بيريود بتاعتنا بكام؟ ب 13 ونص. 13 وكام ونص اجمع 13 ونص على 86 ونص هيديك كام يا شباب؟ هيدينا كام؟ 100. هيدينا 100% يبقى الفتره اللي هي الرياح شدتها او سرعه الرياح فيها اقل من 6.4 كيلو 6.4 مين كيلومتر في الساعه بتساوي ال 100% ناقص 86 ونص هيديك حاجه اسمها الكالم بيريود اللي هي الفتره اللي الرياح بتهب فيها ايه بنسبه اقل من مين يا شباب من 6.4 كيلومتر في الساعه دي نسبه الايه الرياح طول السنه. طيب عايزين نرسم بقى مين يا شباب الويند روز اللي قدامنا ده الشكل النهائي. عشان ترسم الويند روز اللي قدامك دي يا باشمهندس اول حاجه بترسم لي الاربع اتجاهات الرئيسيه النورث والايست والساوث. بعد كده بتعمل ايه بتقسم اربع الاربع اتجاهات التانيين عليهم اللي هو زاويه 45. بعد كده بتاخد كل واحد من 45 ده تقسمه ايه 22 ونص يعني كل زاويه من اللي انت شايفهم دول كام 22 ونص وتكتب المسميات اللي موجوده عندنا. في كده مشكله لحد دلوقتي يا شباب؟ لا تمام هندسه. طيب بعد كده نبدا نعمل مين؟ بنبدا نعمل الدوائر بتاعتنا. بنبدا نعمل الدوائر. الدوائر دي بتمثل ايه يا شباب؟ اول دايره ديت انا خلي بالك رسم الرسم ده بسكيل يعني الرسم اللي موجود قدامك ده بيترسم بسكيل. الدوائر اللي موجوده قدامك ده يا باشمهندس مرسومه بسكيل كل دايره بتمثل سرعه رياح. يعني انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي سرعه الرياح الاولانيه 6.4 كيلومتر في الساعه والدايره الثانيه سرعه الرياح فيها كام 25 كيلومتر في الساعه على اساس الجدول اللي هو كان موجود عندنا يا شباب. الجدول اللي هو بيقول لك من 6.4 ل 25 وبعدين من 25 ل 50 وبعدين من 50 لكام؟ ها 75 ل 75 ولا الكام 50 ل 40 ل 60. هو هنا مختلف شويه في الجدول ده مختلف شويه ايه مش زي الايه اللي موجود عندنا. بغض النظر هو كده كده في الجدول موجود سرعه مين الرياح تمام سي ان هي من 50 ل 75 او ل 70 زي زميلك ما بقول. يبقى انا كده رسمت ايه مجموعه الدوائر اللي موجوده عندي ديت بسكيل طلع لي مربع ما بين كل مين ما بين كل اتجاه والتاني. فانا بقول مثلا بملى بقى المربعات دي بقول في اتجاه النورث سرعه الرياح من الاول خالص طبعا هنا بيتكتب 13 ونص اللي هي الكالم بيريود للكل 13 ونص للكل. بعد كده في اتجاه النورث ايه اللي عندك في اتجاه النورث 4 ونص في مثلا في اتجاه النورث من سرعتها من 6.4 لحد 25 وبعدين من 25 ل 50 1.3 وبعدين اللي فوق خالص سرعه الرياح من 50 ل 70 1.1 وبعدين تاخد الاتجاه مثلا الثاني اللي هو نورث نورث مثلا ايست هنا تملى الاتجاه ده وبعدين تملى النورث ايست وهكذا لحد ما تملى ايه الاتجاهات كلها تكتب في كل واحد ايه رقم. حلو الكلام. طيب بعد انا ما مليت الاتجاهات بكتبها كده في الرسم بعمل ايه؟ انا بجيب ورقه شفافه شباب وفي مركز الدايره ديت برسم خطين مستقيمين موازيين لبعض. الخطين دول المسافه ما بين الاثنين دول بتكون قد الدايره اللي هي 25 بنفس السكيل. يعني لو انت راسم الاثنين ال 25 كيلومتر في الساعه دول بيمثلوا ب 2 سم ونص يبقى بترسم خطين مستقيمين موازيين لبعض كده المسافه بينهم كام؟ المسافه بينهم كام يا رجاله؟ 2 سم ونص على حسب السكيل اللي انا راسم بيه تمام؟ تمام. بفضل اعمل ايه بقى يا شباب؟ احرك بحط طبعا في ايه في بوصل خط مستقيم كده ما بين الخطين المستقيمين دول واحط ايه دبوس كده في النص بتاع الخط المستقيم. اخلي الدبوس ده فين؟ في مركز الدايره هنا. كان الورقه اللي معايا بقت بتلف على مين؟ على الدايره اللي موجوده. يعني انت المفروض يا باشمهندس عشان الدكتوره لو طلبت الحته دي منك في الامتحان بتاخد معاك ورقه شفاف في الامتحان عشان تعمل ايه؟ تعمل بقى الموضوع ده. بتحط الدبوس في السنتر لاين وتبدا تلف مين؟ تلف الخطين المستقيمين لحد ما يجمعوا في قلب الخطين المستقيمين دول يا شباب ارقام. الارقام دي تكون نسبه 95% او اكتر 95% او ايه او اكتر.
يعني مثلا الاتجاه اللي الدكتوره خدته في المحاضره ده قدامك اول معاه كالم بيريود برسنتج مثلا عندك كام دورينج ووتش زان 6 كيلومتر التيزرفور المية ناقص كل تجميع الارقام اللي عندك طلع لك كام 5.1 يعني هي طرحت من 100% تمام للارقام اهني الارقام اللي هنا اللي مجموعها هنا جمعت كام 2.2 و7 و7 و4 وبعدين 5 و7 2.1 و3.3 بس مش كلها طبعا 3.3 و3.10 ديت يعني هي ايه ممكن تاخد جزء ايه بسيط من ال 3.10 اللي هي فوق الموجود عندنا ده ممكن ناخدها كلها لان اصلا ارقامها هتطلع بسيطه يعني فقلت ايه يعني اهملت الحتة اللي موجوده فيها دي هي مبعده كلها يا باشمهندس اه انا عارف اصل انت هتقعد الايه هي بتحسب الكالم بيريود بتجيب النسبه بتاعه الحته اللي في النص دي قد ايه يعني بتجمع كل النسب اللي عندها وتطرحها 100% عشان تجيب الحته اللي جوه دي نسبتها قد ايه الحته اللي جوه الخطين المستقيمين لا الحته اللي جوه خالص الدايره الصغيره اللي هي الكالم بيريود بتجيب نسبتها اصلا كام بص هندسه الكالم بيريود دي احنا عارفينها من الجدول مش احنا جبنا التوتال في الجدول ايوه ما هو ده اللي انا قصدي عليه في التجميع اللي هي كانت مجمعاه اللي فاتت لا سيبك من دي انا ما بتكلمش على دي انا بتكلم ان انا في الخطوه اللي بعد كده اللي انا عايز اجيب فيها نسبه الرياح بتاعتي اصلا اللي هي اصلا الاول اهي هي قالت التجميع في الجدول الموجوده عندك ايه هي الحته اللي انت كنت جايبها دي كانت اللي هي الحته الحسابات اللي هي كاتباها ما هي اللي هي بتاعت الكالم بيريود نفسها صح اه اهي اللي هي التجميع كلها بتاعت اللي هي الحته دي اللي هي التجميع بتاعت الجدول نفسه معلش اصل انا كنت اصلا حاطط المساله وبشرح من المساله اللي معايا في المحاضره يعني الورق معايا اصلا وانا قاعد فانا بشرح منه تمام ماشي يا رجاله فالمهم ان هي ايه ده الكونسيبت يعني بتاع الموضوع ان انت بتعمل ايه الخطين المستقيمين اللي عندك دول يا شباب بيكونوا على مين على الورقه الشفاف وانت بتحرك الورقه الشفاف المهم ان مجموع الارقام اللي موجوده عندك جوه ده هندسه ايه اللي بيحصل مجموع الارقام ده مش مهندس بيكون نسبته لازم تكون اكبر من كام من 95% يعني الكالم بيريود دي هندسه لما بتحسبها بتطرح 100% من كل الارقام اللي موجوده مالهاش علاقه بالخطين الرأسيين اللي موجودين لا 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 الكالم بيريود دي باشمهندس معناها ايه عشان برضه انت تبقى انت فاهم هندسه ايه المعنى اصلا الكالم بيريود دي هي ترجمتها الرياح الهادئه او الفتره الهادئه فتره هادئه بالنسبه لايه مش انت عندك سرعه الرياح بتبدا من 6.4 في المساله من 6.4 ل 50 وبعدين قصدي 25 وبعدين من 25 ل 50 وبعدين من 50 ل 60 او ايا كان لحد 40 ومن 40 ل 60 زي ما يكون تمام تمام ايوه هندسه تمام طيب انا دلوقتي نسبه الرياح اللي اقل من 6.4 يعني اللي في الجدول ده كله من 6.4 وانت طالع مظبوط مظبوط اللي اقل من 6.4 بنسميه كالم بيريود طب انا اجيبه ازاي بجمع اللي في الجدول كله واقوم طرحه من 100 ايوه تمام يدينا مين نسبه الرياح الهادئه اللي هي اقل من 6.4 تمام بس طيب انا دلوقتي عايز اعرف الويندو روز اللي عندي في الرسم بتغطي ايه بص كده هي قالت لك ايه قالت لك ان الجدول كله 89 وكام و4 من 100 مش عارف هي ضافت له قد كالم بيريود 5.1 ضافت له 5.1 هيطلع النسبة كام؟ 94.14 يعني الدكتورة بتقول لك ايه في الرسمة ده ايه؟ اللي انت شايفها قدامك دي يا باشمهندس؟ فورس يساوي سويست احنا عايزين ناخد واحدة من اللي هي ديت اللي هي ايه نورث ايست خلينا واحدة نورث ايست هو المفروض يا شباب ان احنا بنعمل ايه
ان احنا بنفرض اي اتجاه عندنا سواء النورث او النورث نورث ويست او الساوث او الساوث ويست او الساوث ساوث ويست ونحرك الورق الشفاف فيه بحيث ان هو يضمن لنا كام ال25. حلو الكلام. ونبدا نجمع باشمهندسين نجمع ايه نجمع الارقام اللي ما بين الخطين المستقيمين الارقام اللي ما بين الخطين المستقيمين اللي هم موجودين هنا. بتقول يا باشمهندس هي ترايل احنا بنحاول اكتر. ايوه ما هي ترايل اند ايرور. ما انا عارف ان هي ترايل اند ايرور بس انا بقول لك انت بتعمل ايه يعني في كل مره من المرات اللي انت بتعملها. تمام. انت بتحرك الخطين المستقيمين على اي اتجاه من الاتجاهات. يعني انا مثلا بحركهم على النورث الاول فرضا يعني واجمع اشوف الارقام اللي عندي دي هتطلع كام. اكبر من 95% ولا مش اكبر من 95%؟ لو كانت اكبر من 95% يبقى ده اتجاه. لو ما عنديش ما هو خلي بالك انا ممكن يطلع عندي اتجاهين اللي الرياح فيهم اكبر من 95 مثلا. المشكله ما يبقى عندي اتجاهين فانا بختار اتجاه فيهم. تماما. لو كان الاتجاه ده تمام خلاص. بتقول ايه هندسه؟ بتيجي في الامتحان انا اللي ارسم الدوائر بسكيل وانا اللي حدد الاتجاه. ايوه يا باشا انت اللي بتعمل كل حاجه. يعني انا مثلا فرضا ان انا شغال من 6.4 ل 25 انا افترضت ان كل 1 سنتي بيمثل 5 كيلومتر في الساعه للرياح مثلا. يبقى الدايره اللي انا هرسمها دي هندسه عباره عن ايه؟ الدايره اللي انت هترسمها تمثل مثلا اللي هي 25 هتمثل 2 سنتي ونص وال50 هتمثل 5 سنتي والدايره اللي هي 75 هتمثل 7 سنتي ونص. يبقى انا كده رسمت مجموعه الدوائر دول بسكيل. تمام تمام. طيب بعد كده بنعمل ايه يا شباب؟ زي ما قلنا بنجمع مين مجموعه الايه القيم اللي موجوده عندنا فين؟ في الدايره بتاعتنا. حلو الكلام. بنعمل قصد الخطين المستقيمين اللي موجود عندك. وخلي بالك هندسه يعني لو هي جت الخط ده على 3/10 وما كملش يعني انا تقريبا باخدها 2/10. يعني انت بص ال 3/10 دي كانك قسمتها 3/3 واخدين بالكم منها. ايوه انا بعمل تقريب. أيوة. تقريبي كده فاهمين ولا ده. مش واخدين بالكم يعني انا بضمها معايا تقريبي اقول ال 3/10 اللي موجودين عندي دول انا خدت تلتهم بره والتلتين جوه. التلتين هيكونوا كام؟ 2/10. نفس الوضع ال 3/10 الثانيه. طب ال 1.9 ديت بقول نصها معايا ونصها بره. فاهمين حاجه؟ ايوه بس ايوه. وبعدين نجمع كل الارقام اللي في النص دي. لو الارقام اللي في النص دي كلها ادتك يا هندسه اكبر من 95% بيكون هو ده الاتجاه اللي انا عايزه. بيكون الران واي هو ده الاتجاه اللي احنا محتاجينه فيه. تمام يعني. حد عنده كده مشكله؟ طب لما بتنيش ال 95% يا باشمهندس برجع اعيد تاني. بتعيد تاني بتغير بقى الاتجاه اللي انت خدته. مش احنا لسه انا وزميلك بنتكلم اللي هي ترايل اند ايرور. ايوه تمام. انا اقصد وقت الامتحان يعني لو ما جفاش ولا يا عم لازم تعملها. بس انت ما انت بص اصل انت هندسه بتعملها ازاي؟ بالاله الحاسبه بايدك بره كده بسرعه. انت بتحرك مثلا تاخد اتجاه النورس تمام وبعدين تقوم عامل ايه مجمع كده سريعا بالاله الحاسبه موقف عليه تشوف اتجاه النورس نورس ويست ما ظبطش معاك بتخش على اللي بعده وهكذا كده بس سريع بالاله الحاسبه. الموضوع لازم يبقى تتمرن عليه مره كده عشان تشوف يعني ايه الدنيا ماشيه ازاي. وبعد كده بقى باشا بتطلع مين النسبه بتاع الرياح عندك. لو كانت ايه 95% او اكتر خلاص بنوافق عليها. ما كانتش كده خلاص هي الدكتوره شارحه في اكزامبل وتكون ده الاتجاه بتاع مين بتاع الرياح الموجوده اللي عندك. طيب الاتجاه بتاع الرياح اللي موجوده اللي عندنا ده بيكون الزاويه مع الاتجاه بي كوزاين سيتا. هو بيفترض ان هي الزاويه مع الراس. الزاويه مع الراس. طب احنا عايزين نجيب المركبه مين المركبه العرضيه. المركبة العرضية بتاعتنا بتساوي يا شباب التحليل بتاعها اللي هي في ساين ايه سيتا. يبقى زاوية السقوط او زاوية هبوب الرياح هتكون هي الزاوية اللي انت طلعتها سيتا منين من المسألة بتاعتك اللي موجودة عندك. تمام. عشان تجيب المركبة العرضية مين للرياح اللي هي الكروس ويند كومبوننت بتساوي مين
ال V اللي هي سرعة الرياح اللي موجودة عندك ده تضربها في كام؟ في كوزين سيت. بس هي ما بتطلبش منك المركبة العرضية دي في المسائل. هو اللي بنطلب منك في المسائل ان انت تحدد الاتجاه بتاع مين؟ بتاع الويندو بتاع اقصى الماكسيموم ويند كفرج، هي اقصى نسبة مين رياح ممكن تهب عندك. تمام يا رجالة؟ تمام يا هندسة. طيب في حد كان عنده مشاكل؟ نكمل المرة الجاية. اه هندسة عشان بس ورانا سكشن شغال دلوقتي. انا خلاص انا بتكلم في كده. سمحت يا هندسة. نعم. حضرتك أيوة نزلت عليا على اسمي وكان عندي مشكلة في المايك بس.